عندنا رؤية واضحة إن أنا خريج بتاعي عايز أأهله لسوق العمل. تأهيل سوق العمل بيجي من الاحتكاك، وبناء عليه الرؤية بتاعتنا اللي هي بتطبق في الوقت الحالي، إن إحنا بنحتك بنخلي الخريج بتاعنا بيحتك بسوق العمل بره. وكمان عندنا دلوقتي فترة تدريب لفصل دراسي كامل خارج الكلية، سواء في المزرعة، سواء في المصنع، سواء في أي مكان له علاقة بالتخصص بتاع الطالب، عشان يبدأ الطالب بعد كده يحتك ويشوف بقى إيه الفرق بين الشغل الأكاديمي اللي كان بيدرسه في الجامعة وإيه اللي موجود داخل سوق العمل. بيحصل تحديث بشكل كبير جدا في ما أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصص من خلال القائمين على التدريس، وإحنا بنصر على ذلك، بنطور المهارات بتاعة الطالب من خلال العملية البحثية والتعليمية والتدريبية داخل الكلية قبل الطالب بيخرج لسوق العمل، ولما بيخرج بيحتك بيكون في عندنا فيدباك كويس جدا، وعندنا ريسبونس، وعندنا خطابات شكر كتيرة جدا من بعض الشركات بتقول لا في حاجة حصلت، الخريج حصل له تطور ما، فاحنا سعداء جدا بهذا التطور. انا بقول اخر سنتين اتنين تقريبا وظفنا كل الخريجين اللي كان كل دفعة تقريبا 700 واحد كانوا بيتخرجوا تقريبا، كانوا لحد دلوقتي انا بقول الفترة الأخيرة طلب مننا ناس في الدفعات ديت ما لقيناهمش، لدرجة ان انا يعني ببعت اسماء وللموجود بيتصل عليه بيقول لك انا شغال في حته تانية دلوقتي. فيعني الواحد سعيد جدا لما بيسمع الاخبار دي.